وبالعودة إلى حديث غوتيريش الذي قال إن هناك جماع عقابا جماعيا على كل الفلسطينيين كما قال في أحدث التصريحات كما أسلف أستاذ أحمد الحيلة، هو حتى تحدث حول مسألة المساعدات، وهي مساعدات بالمناسبة شحيحة وقليلة جدا ولا تكفي جزء من الفلسطينيين تحديدا النازحين، وتدخل إلى مناطق جنوب قطاع غزة ولا تصل إلى مناطق غزة وشمال قطاع غزة. قال إن هذه المساعدات يتم تفتيشها بشكل دقيق جدا. بدأ منزعجا حتى من هذا الحديث، هذا التفتيش يأتي من قبل إسرائيل. أولا أحييك وأحيي ضيفك ومشاهديكم الكرام. حقيقة الإسرائيلي هنالك هدف نصب عينيه وضعه ويعني يذهب إلى تنفيذه، وهو إنجاز، يعني أنجز الإسرائيلي الإنجاز السلبي حتى يعني نكون واضحين. يعني عندما يكون هنالك شخص يريد قتل شخص آخر ويقتله، هو أنجز مهمته وما يريد، لكن هذا القتل غير يعني مرفوض وغير مقبول. الإسرائيلي هو كذلك، الإسرائيلي لديه هدف كما أشار ضيفك الكريم أن يريد تهجير الفلسطينيين ويريد إخراجهم من قطاع غزة، وهو فعلا يعني وصل إلى حد كبير بهذا الموضوع، إلا أن اليوم الحدود الغير مفتوحة هي التي العائق الأساسي في إكمال مشروعه، وهو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة نهائيا. هذا ما عبر عنه مسؤول الأمم المتحدة، ولكن هذا لا يعني لا يغير في واقع الأمر شيء. نحن نعرف أن الكيان الإسرائيلي معطى الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ مهامها إلى أبعد الحدود، وليس هنالك سقف معين حتى الآن. ربما قد يعني قرأت منذ قليل قبل أن أتشرف بالوجود معكم في هذه المناسبة وفي هذا اللقاء، قرأت أن هنالك إمكانية لاتفاق أو قبول من قبل الطرفين حماس والكيان الإسرائيلي لهدنة ربما تكون شهر، لكن هل هذا هو الحل؟ أنا لا أعتقد أنه سيكون هو الحل، وخاصة أن الإسرائيلي ليس هنالك نية لديه بإيقاف هذا الإجرام وهذه المجازر الذي يرتكبها. من ضمن الأهداف التي يريدها عدم بقاء شيء يمكن أن يعني أن يكون سببا للحياة في قطاع غزة، على صعيد البنى التحتية، على صعيد المستشفيات، على صعيد المياه، على صعيد كل ما يمكن تدبيره وهو يعني له أسس في الحياة وممكن العيش في قطاع غزة، يريد تدبيره حتى لا يبقى احتمالية العيش واردة في قطاع غزة، ومن جملتها عدم السماح للكثير من المواد الغذائية والمواد الطبية، وإذا سمح بإدخال بعض الشيء فقط للرأي العام الدولي يدخله تحت مراقبة شديدة، وحتى الكميات يمكن أن تكون محدودة جدا لحتى لا تكفي لكل السكان. هذا يدل على أن هنالك نية مسبقة لإبادة جماعية ولتنفيذ المشروع الذي تحدثنا عنه، وهو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لإفراغ غزة من أهلها.